لأول مرة يعني كتسمع الخطاب الحقيقي نتاع الجزائر، نتاع دولة الجزائر في اسم نتاع الرئيس. واسمع الرئيس بن عمي اللي غدير معاه انت الحوار، يعني حوار أكاديمي باش تقنع، باش تقنعوا ما يبقاش هو تبوني، ما يبقاش بوم دياني بوخروبي. مستحيل. ها لي زامير الله يرحم لكم الوالدين، البارح الحماسة شدتهم الحماسة. شوف العقلية التبونية، العقلية النظامية الجزائرية البوخروبية كما هي، فهمت؟ كما هي. واسمع، انتقلت إلى مرحلة جديدة. اسمع اسمع، اليوم الجزائر انتقلت إلى مرحلة جديدة. الجزائر ستعمد على إسقاط الملكية في المغرب. هذه اليوم انتقلت الجزائر إلى مرحلة جديدة، مرحلة إسقاط الملكية في المغرب. سمعت؟ هذا هو اللي غدير معاه التجويد نتاع التيك توك، غادي تفتح معاه نقاشات ابن عمي ديال 3 سنين، 3 سنين ديال الفقسة مع بنادم يا ودي راه كتبولو في الرمل. لا، حنا ديمقراطيين، حنا الكلمة الكلام والكلام والرأي والرأي الآخر. يا الداعي عبد الله، والله العظيم مشيت مشوط عبد الله، لو كان تعاود ترجع للمغرب غنتلقاك بالمشوط. الزماحة قرب 3 ضربات، 3 ضربات للزماحة. تجويد التيك توك، الرفع من مستوى النقاش التيك توكي مع من؟ مع هذا. ذاك النهار قال لهم سيروا ديروا العمليات في المغرب، ودابا كيقول لهم ها اسقاط الملكية. يا سلام، دنتو حلوين قوي. واخا مشيو غير في طار الضحك الاخوان، بدون نرفزه بدون والو، لان الامر فعلا يعبر عن هذا. شتي هذا الفيديو هذا؟ اقسم بالله الى الخطاب الحقيقي لا معبر عنه من طرف النظام الجزائري. داك الشيء اللي كيامن به النظام الجزائري وما كيقدرش يقولوا، ها هو كيقولوا الرئيس. قال لك سيدي واسمع نعاودو من الاول. اليوم الجزائر انتقلت الى مرحله جديده. الجزائر ستعمد على اسقاط الملكيه في المغرب. هذه الرساله الاساسيه تاع هذا الميساج. انا نروح معكم ابعد من هذا، ولكن دابا تخيلوا معايا راه هذا الشيء. مجدة تحياتي بنت عمي بيبا العز، تخيلوا معايا دابا هذا الشيء كما قلت لكم راه يعبر على النظام الجزائري كي داير، النيه ديالو والطريقه باش كيفكر. تخيل معايا دابا الرئيس المحلل الاستراتيجي تاع التيك توك والسياسه الجزائريه باستقباله لفاروق وبوغديون وهذاك هذاك المعوج اللي ضارب شي ابره ولا ما نعرف، غادي يسقطوا الملكيه. تخيل معايا الرئيس يعني يؤمن ويعتقد ان بهذا الفتح ديال داك البيرو اللي ما شفناش بيرو، راه شفنا غير الدار خاويه، خارجين واحد داك الشطاطه هكذا خارجين صافي، ما كاين تما لا بيرو لا اوراق لا والو، حتى داك البيان كتبوه في شي دفتر، جابوا لهم دفتر، هذاك الدفتر اللي كيدوا كي كتبوا زعما الناس زعما وكيفكروا فهمتي شنو غيكتبوا، دايرين الانشاء. شتي ملي كنديروا العمل بمجموعات، انا كنديرها ملي كنت معلم، ملي كنت في القسم داكشي سكون ابيل طرافاي دو كروب، كدير معاه نتاع التلامذ، كتعطيهم تسمى سميتو اون راداكسيون افير ولا ان بروجي يديروه، فهمت؟ وكيبداو يتجمعوا التلامذ صغارين بربعه بهم كيقول له زيد نكتبوا هذه، لا نديروا هذه، نديروا هذه، كيصحوا لبعضياتهم الجمال. كوثر مرحبا، مرحبا بك. غادي يعني تعتقد السي الرئيس بان ما هو هذه زعما اسقاط الملكيه. زيد زيد الشيء اللي سنتم الدولة. لا، هذا الواقع السياسي لأنه مرتبط بالتمثيلية الريفية. وقت اللي كانت مفتوحة في وقت هواري بومدين في إطار رؤية جزائرية، طراف الحسن الثاني في حد ذاته يجب أنه ما يبقاش ملك للدولة المغربية، وأنه الدولة المغربية وقالها هواري بومدين بصريح العبارة. لا تخليش محتاجه. إذا شوفوا معايا، قال لك بأن هذه التمثيلية إعادة فتح التمثيلية، لأن التمثيلية هذه ليست إلا إعادة لما قام به الهواري بومدين سنة 73.
حين كان بومدين يقول بصريح العبارة يجب أن ننحي الحسن الثاني. مات بومدين، مات الشاذلي، مات علي كفي. اسمحوا لي كليت لك جوال يا اخوان، هذه المره ماشي اللوز، حشكم ها. مات بوتفليقه، مات خالد نزار، مات القيد صالح، مات الجنرال العماري، ماتت الجزائر جميعا، والملكية ما تزال ترعرع وتنعنع في المغرب. وجاي الرئيس في 2023 2024 عبر خطاب في التيك توك يزكي الطرح التبوني في أن هذه التمثيلية البغديونية ستنهي الملكية في المغرب. برر يا ودي، برر برر يا ودي. زيد 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 أقول زيد زيد. خطابه كان ناطق بالأحرار والجيش المغربي الحر، وقال سيأتي يوم وتنقلب على هذه الملكية الرجعية. قال بومدين الأحرار والجيش الحر سينقلب على هذا النظام الرجعي. انقلبت الجزائر كلها، عشرية سوداء أتت على الأخضر واليابس، قتلت 250 ألف جزائري. الجوع والكوع والطوابير، وحين حلت الحدود دخل الجزائريون إلى المغرب ليتصوروا مع الدلاح. علاش ما قلتيش هادي يا اسميتك يا الرئيس نتاع الحزاق، يا الرئيس نتاع الحزاق، لماذا لم تقل أنه بعد أن مات بومدين بوخروبة وجاء الشاذلي وتكحضت الجزائر وسنة 89 والحسن الثاني ما يزال يتربع على عرش أسلافه الميامين، فتحت الحدود ودخل الجزائريون صفوفا صفوفا، زرافات زرافات، أسراب أسراب، يتصورون مع الدلاح في فلاج الطوبة في 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 في, في وجدة، في سوق الفلاح، في سوق مليلية، في القدس، في فاس، في تازة، يشترون الجينات بالمئات، يشترون خيرات سيدي ربي بالآلاف. لماذا لم تقل هذا يا الرئيس في دولة الجزائر، دولة الأحرار؟ كاد يموت الجزائريون جوعا لولا فتح الحدود مع المغرب سنة 89-90، فخرجوا ليأكلوا شيئا من قوت الله ونعمه. لماذا لم تقل هذا أيها الرئيس؟ لماذا لا تقولون هذا للجزائريين؟ لماذا لا تقولون أن بومدين مات مقبورا مسحورا مزمورا، أو مات بالسيدة، أو مات بالفيروس كما تدعون؟ وجاء بعده الشاذلي، والجزائريون في حيص بيص، في الكوع والجوع والبوع والتوع والنوع، إلى أن حلت الحدود مع المغرب، والحسن الثاني في قصره رجل على رجل، وتأتيه التقارير بأن عشرات الآلاف من الجزائريين يتصورون مع سنانيف الدلاح. لماذا لم تقل هذا يا الرئيس؟ ها؟ زين اليوم العودة إلى هذا المسار يدلل أن الدولة الجزائرية دخلت في عداء كامل، مش مع الشعب المغربي، دائما تحدثوا عن الشعب المغربي العرب. أي ود أخوك يقول لك مش مع الشعب المغربي، فهمت؟ فهمت كيفاش؟ بحال ذاك السيد اللي باغي يقتل باك وكيقول لك لا ماشي معاك، أنا مع باك، باغي يصفي ربك. لا 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 لا، انت زوين ولكن بك خايب، خصنا نتخلصوا منه. يا ودي الرئيس العبيد يقول لك لا، حاشا الاحرار، حاشا الشعب المغربي الحر، حنا رانا نهضروا، حنا عندنا العداوه مع. اذا مزيان، ها هو يعترف على ان الجزائر وصلت الى اعلان عداء في مستوى عالي جدا تجاه المغرب. وملي كنقولوا المغرب الرئيس ما كنقولوش النظام المغربي، لا.
كنقولوا الاستقرار نتاع البلاد، الامن نتاع البلاد الذي تهم بدرجه اولى المواطن المغربي، اي الشعب المغربي يا كنزي عبن بوزيع. سير عظيم، مالاش نتحدث عن الشعب المغربي، ضحيه هذا النظام بحد ذاته. يا ضحيه هذا النظام، من 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 يكون ضحيه نظام يعني حين تقارن الشعب الجزائري بالشعب المغربي؟ 250 ألف جزائري مشى بن عمي رميم بسبب خالد نزار وشنقريحة والجنرالات. 10 مليون جزائري يعيش خارج الجزائر، الدولة القارة، دولة البترول، دولة الغاز، دولة الخيرات، ودولة ديال داك الشي نتاع المقدرات الطبيعية كما كتسميوها انتوما. 10 مليون جزائري على برا. والان لو تفتحوا يعني لو كان تخليوا الناس تتحرك من ذاك البلاد غادي تخرج كامله، غادي يبقى تما بونيف والرئيس وهذاك طارق بوشما، هذاك خصو الشما ضروري، وغادي يبقى تما نعم سيدي ليك شكون حتى صوفيا بلمان والله ما تبقى تما، ولا عارف مشكره والله لا رجع لتما، ولا عمي بوعلم والله لا جالكم، هذاك طوطوطي زيدو ذاك خوه العابط والله لا جاوكم، هذوك البن فهمنا. لا بوعلام ما يمشيش اخي عبد الله، ما يمشيش ما يمشيش بوعلام، هذوك راه كيبيعوا لهم، كيبيعوا لهم الهواء في التيو من 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 مارسيليا من من فرنسا. قال لك الضحيه، كاين شي ضحيه يا الرئيس ان اكثر من ان يكون مواطن جزائري مسكين ينوض مع السته ويدير رياضه الحيطيزم، رياضه الحيطيزم الى حدود ال 11 12 الوحده نتاع النهار لكي ياخذ شباخه حليب، وليست يعني حتى الحليب واخده منه غير الاسم، شباخة غبابر بالمياه، غبابر غبرة مميهة أو ماء مغبر، سميه كما تشاء. تحدث عن أداء سياسي، اليوم فتح هذا المكتب في الجزائر يدلل أن النظام الجزائري يدل يدل الرئيس الرئيس يدل مش يدلل يدلل كنقولوا الدلال يعني يعني داكشي نتاع الدلع، الدلال يدلل ابنته، يدلل محبوبته، عشيقته، فهمت؟ صديقته، يدلل اقزع بن كنزع زيد. هذا المكتب في الجزائر يدلل ان النظام الجزائري ما بعد البحث على عزل المغرب، واليوم نقول لك نقدر نقول لك انه اقتصاديا جيوسياسيا وغيره زيد وغيره المغرب ذاهب نحو عزله حقيقيه في المنطقه. اش من عزله؟ واش كتبيعوا الوهم لراسكم ولا لمن راكم تبيعوا الوهم؟ لمن راكم تبيعوا الوهم؟ عن اي عزله تتحدث يا كنزيع بن بنزيع؟ وهذا ما يؤلمكم يا الرئيس. حين نتحدث عن مواعيد تاريخية عالمية لا يمكن أن تمنح لك إلا إذا كنت دولة أمن وأمان واستقرار، حين نتحدث على واحد حاجة سميتها كأس العالم 2030 والاستثمارات اللي جاية على مستوى البنى التحتية والاستثمارات اللي عندها علاقة مع تطوير الاقتصاد والموانئ والأداء البحري والأداء البري والأداء الجوي والمصانع والسيارات، كنتكلموا على ميات، كنتكلموا على مليون سيارة في السنة يا الرئيس العبيط، يا الرئيس العبيط. انتم نهار بغيتوا تشريوا سيارة لولاد بلادكم جبتوا لهم شيرين تاع إسرائيل الصينية، شيري يا جدك، وجبتوا لهم بورتكلين تاع فيات، وجبتوا ربعة العمال عندهم ربعة تاع المانيفيلات ويتناوبون على التورنوفيس. شفناكم يا الرئيس، شفناكم، شفنا المصانع نتاعتكم يتناوبون على التورنوفيس يا الرئيس، اتكلم على على الحصار الاقتصادي يا الرئيس. تتحدث عن الحصار الاقتصادي وحنا شفنا معمل نتاع فيات يتناوب فيه العمال على تورنوفيس. تتحدث عن الحصار الاقتصادي وحنا شفنا الناس طوابير على قمح مستورد. تتحدثون عن الحصار وانتم جبتوا 7 شهور الشعب الجزائري اللي عنده المشكل نتاع الدراس يضطر الى خلعها في الاسواق
بكلاب، لأن البنج ما عندكمش. تتحدثون عن الحصار وأنتم الدولة التي تبحث عن أنصاف الدول لتستقبلها في قصر المردايا. تتحدثون عن الحصار وانتم الحليف الاستراتيجي نتاعكم سماكم دولة بلا قيمة ولا وزن ولا هيبة. تتحدثون عن الحصار والنيجر غضبان عليكم ومالي سد عليكم وليبيا حفتر مشرشمكم وبقى لكم داك البوبري داك ماشي بوبري ولكن زيد. حنا تسمى احتراما للتوانسة والله العظيم الى غير داك المعزة نتاع تونس القديمة اللي عندي في خاطري. زعما احتراما للصوره وليماج نتاع التوانسه اللي كنعرف اصدقاء اللي درت معاهم المسرح ماشي مره ماشي جوج. والتوانسه ناس ملاح فوجههم غادي نقولوا داك البسيط قيس سعيد وخايف لا يهرب لك شد له في يديه غادي تبون شد له في يده خايف يهرب مخلوع بالرئيس نتاع تونس وتكلم على الحصار وجاي تشد في الامير قطر بقى كيقول لهم شكون هذا الحمق. شفتوا الفيديو ما شفتوش؟ وأمازيغية شفتي واش شفتي الفيديو ما شفتيش الفيديو؟ شفتي الفيديو ما شفتيه؟ ملي كانوا مع هذاك الأمير قطر وهذاك الرئيس ديال إيران. أقسم بالله أخوتي مشى يشد له في يدو قال له حيد يدك الزمر دار له هكذا بقى كيشوف قال لهم مال هذا الويل هذا؟ مال هذا الويل هذا مخلوع مالو على الشدان ديال اليدين خايف يهربوا له خايف يهربوا له. لا بروتوكول لا هبة لا وزن لا زمر لا ويل. هذاك الأمير قطر مسكين كملوها وجملوها صيفطوا له شنقريحة. تعتقدون أنه المهم خليونا من بعد من بعد هذا نهضروا عليه من بعد. وقال لك الاحتصار الحصار السياسي شكون اللي جات عنده اسبانيا ومن مورا فرنسا ولقيتوا راسكم ما والو وعيدتوا المسكين هذاك البوبري ديال موريتانيا قال طلع طلع مسكين كنتوا غتقتلوا السيد وصدق مشى فيها رمي من داك الحارس ديالو باش تفتحوا واحد المعبر في البيستا. واش دولة كتعب كتفتح معبر في البيستا بن عمي في البيست 500 كيلومتر بيست وبالزربة باش نبانو حتى حنا عندنا معابر وعندنا اقتصاد حتى حنا كنبيعو ونشريو. اش كتبيعو؟ كنصيفطو الزروضية. بعد ما نشاط الزروضية في الجزائر بقات شايطة متعدده الاستعمالات. ها هي دابا غتمشي للاسم شحال راس المال نتاع الزروديه 3000 اورو. تخيل معايا انت مشروع تجاري 3000 اورو ابن عمي 3000 اورو ثلاثه ديال التليفونات ديال ايفون ثلاثه ديال ايفونات ماشي 15 ها 13 ايفون 13 2000 اورو ايفون 1 ثلاثه التليفونات 17 طن نتاع الزروديه غاديين بها بقى لهم غالغيطة بحال دافعين دفوع والله إلا بقى لهم غدا شي الغيطة وشي الطبل طق تزدق ربق زدق طم زدق ربق زدق طم زدق ربق ربق فين هو غادي غادي كنشطوا الاقتصاد الجزائر ها غادي نرفعوا غادي نحاصروا المروك حنا غادي نحاصروا المروك اش داين داين الزرودية شحال 17 طن شحال ثمن الزرودية جوج دراهم شحال ثمن ديال داكشي كلشي 3000 اورو حاشاكم اخوتي ماشي ديال وجهكم زيد الريس زيد نجمو نعملو عليها قراءة سياسية من الرسالة الكبيرة تاع فتح المكتب تاع الريف. الرسالة السياسية الأولى أن هذا النظام أصبح يشكل خطرا على المنطقة بانحرافه أصبح يشكل خطرا عليكم وباش أقسم بالله إلا الدولة ما دايرة شي حاجة احنا غنفقسوا التصل لدول ديكم والله العظيم الى غير التكاتيكا والفسابيكا واليتابره اليتابره والفسابيكا والتكاتيكا غيفقسوكم ملي ولا النظام ديالكم كيتفاعل مع التيك توك ديال المغاربه صافي حاكمين لازون حنايا اقسم بالله الى الدوله المغربيه راها مهنيه بوريطانيا عمزي مشى يدير لك اجتماع مع دول الخليج غادي يدخلوا في اطار تمويل المشاريع ديال كاس العالم 2030. علاش؟ حيت هو مطمئن ابن عمي بان كاين صاعده برنوس وكاين بوشتو عبد القادر وكاين نرجس وكاين عبد الله القرش وكاين جمجمه وكاين تحفه وبابار كيجود التيك توك وكاين ابن عمي الصا وكيطلع للسطوحه
ومشاكل وحلول، حتى هو عارف بأن القضية شغالة في التيك توك، والجزائريين كيتفرجوا وتبون كيتفرج في أبرنوس كيقولوا تحداك تلبس البرنوس، غدا كيلبس البرنوس، ملي وصل لأبرنوس كيلبس البرنوس للرئيس ديالكم. أش بقى في أش بقى في داك الدولة ديالكم؟ أش بقى في داك الدولة ديالكم اللي ولا أبرنوس كيلبس الرئيس نتاعكم البرنوس؟ والرأي المغربي نهار يطلع نهار ما يطلعش بالرشوق شي يقضي شغاله وكدا وهادي وهادي وهادي، كيجي كيطلع هو با مراكش وهذاك مسخوط ديال الطباري عاود اللي اكتشفتو البارح، وطنجه الدعوه كدا، وملي كتنشف كاع الدعوه كينوليو القضيه شويه كدا كندوزو عند خايد فتى السوسي. الفتى السوسي راه اقسم بالله الا حاكم الله صون حاكم الجزائر من تيك توك المغرب. شوف عندنا الهبال، عندنا المرضى، عندنا قلق الشغل، عندنا الطنازه، عندنا مولي العلوم، مولي الافكار، مولي المعلومات، للمناقشين والمناورين المشاكسين، الطنازة، عندنا كوكو كريغلاتي، كاين جميع الأنواع اللي تخليك ابن عمي تفقس لي الجزائر من أبسط دي ار اس عندهم إلى أعلى سلطة في البلاد اللي هو الرئيس تبون. زيد في رؤية صهيونية أمريكية إماراتية امبرياليه في المنطقه. بلاتي 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 عاود هذه. ويشكل خطرا على المنطقه بانخراطه في رؤيه صهيونيه امريكيه اماراتيه امبرياليه. امبرياليه قزوعيه بزوعيه هكيه زميريه او باقي راك انت في داك الشيء ديال الامبرياليه؟ مازال راك عايش في اليمات ديال 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 تروتسكي؟ مازال راك مع لينين مع لينين وان جانوزا وماركوسا والرئيس وقزيع وبوزيع؟ الى انتم عندكم مؤامره امريكيه، اش كديروا بداك السفير الامريكي عندكم تما؟ ها هما بدلوا لكم السفير، راك تما سفيره، جابوا لكم سفير، عرفتي علاش؟ واستنوا واحد الشهر وغادي يبان لك علاش الرئيس، وتعرف الحصار كي داير الحصار. ها تعرف الحصار، ها هو جا صحاب لكم هذيك اللي كتمشي كتصور لكم في داك الزليج ديال سميتو تقول لك اوه الجيري اي ترو ريش لو باتريمون الجيريان اي ترو ريش. لا جابوا لكم المساعد ديال النائب ديال وزير الخارجيه وغادي يستقبلوا الرئيس ديالكم، غيستقبلوا الرئيس ديالكم، ماشي غيستقبلوا باش الاعتماد، لا 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 كيجلس معاه اعطي التقارير جدك الرئيس نتاعك الرئيس جلس مع المساعد نتاع النائب ديال وزير الخارجيه، استقبله رئيسكم في المراديه. عقلتي ولا نقريك الرئيس؟ عرفتي شنو هي رئيس ديال الدوله يستقبل المساعد ديال النائب ديال الوزير؟ مساعد النائب ديال الوزير ما عمرها وقعت. شتي بوروندي والله ما ترضى، مع احتراماتي البوروندي، جزائر كيولي الرئيس تبون كيستقبل المساعد ما عييتش، اما نعياش انا معكم، انا كتعطيوني لينيرجي نتوما، شتي نتوما هبل عبط كتعطيوني الماده فين نستمتع وانا اتلذذ بتصويتكم ايها الذباب ايها الدي ار اس ايها العبلاويون ايها التبونيون، استمتع وانا اصوتكم واحدا واحدا، وكنلعب على الطاسره ديال التواصل ديال جدرد الابواب النوافذ نتاع بوكم العشره، ولكن بدون كذب ابرنوس المصداقيه. إلا قلت لكم شي خبر كاذب ما ترحمونيش. واحد النهار قلت لهم راه البروفيسور راه زايد على الدكتور، وشنو قالوا هما؟ مشاو قطعوا داك الاخر وبداو كينشروا في الجزائر، اشوفوا المستوى ديال القرايه في المغرب، اشوفوا اللي كيقول لهم كذا كذا. وناضوا شي جزائري قالوا لهم راه عنده الحق، راه البروفيسور راه زايد. راه كتكون دكتور وكتكون بروفيسور، يعني البروفيسور زايد. وما يتكمشوا، ابقى تسمع سعيد برنوس، بقى تسمع سعيد برنوس، هاكون زيع منو بوزيع منو فرزيع. هيا نرجعوا، قال لك مؤامره صهيونيه امبرياليه. واش صحابك مازال هذيك اللغه كتاثر في بنادم ولا؟ واش صحابك سعيد برنوس دابا 1500 2000 ديال الاصدقاء والصديقات وشي مرات 3000 ديال الاصدقاء كيتفرجوا في اللايف نتاعو باللغه الخشب ديالك انت؟ راه
كل كنت كندير بحالكم ما يتفرجوا فيا 11 د الناس وامش هذاك الشيء نتاع الجماهير الشعبيه اننا نحن سنقاوم ولنا اراده قويه نستلهمها من روح الشعب والتاريخ جنود مجنده الوف مؤلفه من الاحرار والحرات والحرائر القادرون والقادرات على زعزعه اركان هذا النظام الحاقد الحقود. وتحك ما نعرفوش نهضروا هكا ولا يا واش تحرك ما نعرفوش نهضروا هكا ولا واش تحرك ما نعرفوش اللغه العربيه ولا